يقول لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما أكلتم من لحومها شمينا. لو البهائم تعرف الموت مثل ما أنتم تعرفوه وتحش بيه، ها؟ ما أكلتوا لحم شمين أبدا، كان ضعفت أجلت. لكن إحنا الإنسان الله رحمة شوية بالنشيان، رحمة بالنشيان. هو يقول محمود الوراق: نراع لذكر الموت شاعة ذكره وتعترض الدنيا، فنلهو ونلعب يقين كأن الشك غالب أمره عليه، وعرفان إلى الجهل ينسبه.